طيبنا، السلام عليكم، مساكم الله بالخير. كثير من الناس يتواصلوا معنا يبغوا منتجات الورد الطائفي. طبعا الطائف تشتهر بالمنتجات، تشتهر بالورد، وتنصح تنتج منها دهن الورد، وتنتج منها موية الورد العروس والثنو، تنتج منها صابون ومعطرات وهذه. فإحنا من ضمن الأشياء اللي نبيع اللي هو دهن الورد وموية الورد، تمام؟ كثير من الناس يسأل إيش الفرق بين التولات الثلاثة، تمام؟ هذا هو عندك إيش؟ الربع، وهذا عندك النص، وهذا عندك اللي هو حجم التولة. التولة دهن الورد صافي يا إخوان. اللي ما يعرف دهن الورد شيء من العطور. الناس تيجي الطائف مخصوص في وقت الموسم تزوره، مصانع كثيرة تنتج ودهن الورد، وبدأت تفتح كافيات تيجي تستقبل وتيجي تشوف كيف انتج الورد. فهذه حبيت أنوه على هذا التنويه البسيط. زي كذا تيجي التولة ما شاء الله تبارك الله، شايفينها. أنا من الناس اللي أحب دهن الورد، أحس إنه يعني أحس كذا يدخل السعادة. في ناس لا، يعني أنا أهلي وعيالي ما يحبوا دهن الورد، في ناس لا يحبوه، فأنا من الناس اللي يحبوا. تولة زي كذا تيجي ما شاء الله تبارك الله حلوة. هذه زي كذا حجم نص التولة، أنا أخذت لنفسي اليوم والله يوفقنا وياكم. لكن ريحته يا إخوان حلوة حلوة، أنا أحس إنه كذا تدخل السعادة، أحس إني مبسوط إذا شميته. ابنا ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. العناب يا إخوان إحنا نشتريه بكميات جملة، وبيبدأ نتأكد منه قبل لا نعبر الزباين. شايفين إخوان هذه كلها متأكدين. شوف اللي نخرجه، شوف الفرق، حبات صغيرة مي مستوية ما تصلح، شايفينها. هذا كله جاهز متأكدين منه ونظيف للبيع، ونبقي بالحبة. شايفين إخوان هذا كله ما نحطه، ممكن أوريكم جزء من شغلنا. إخوان شوفوا كيف طريقة حبيبنا قاعد يتفنن في التعبئة، شايفين ما شاء الله. ها زي كذا يعبي، شايفين، خلاص قلبه جامد، عارف كل البضاعة نظيفة، قاعد يعبي الكرتون. طبعا نوزنه عشان نتأكد إنه نفس الميزان، تمام. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقنا وياكم. هذا آخر موسم يا إخوان، آخر الإعلان النهائي، وانت ومزاجك. والله عجبتني الحركة، بالله يا إخوان انتم انتم معايا، حتى الرجال مستمتع وهو يحب فكرتنا عنه. شايفين شيء نظيف، وجهه زي فوق مرة على الشرط يا إخوان، ما شاء الله تبارك الله. هذا كله خرجناه يا إخوان، شايفينه كله، الحبة اللي زي كذا، الحبة النال، هذا كله مخرجين، هذا كله ما يصبح. شايفينه كله ما يصبح، شوفوا ما شاء الله درجة أولى العناب. شايفين يا إخوان ما شاء الله شغلنا قد ما نقدر، عمال حريصين على الجودة يا إخوان. شوف هذه عمال ننقيها بالحبة، شوف هذه ما تصلح، شايفين مخرجين من الكراتين، هذه ما تصلح، هذه ما تصلح، مخرجين. المهم شوف هنا عمال نعبي هذا الكراتين بالحبة، ما شاء الله تبارك الله. شايفين نفس الحمط هذا، شوفوا قولوا ما شاء الله تبارك الله يا إخوان، شايفين كيف، الله يبارك لنا ويبارك لكم. شيء من الآخر يا إخوان، اللي يحب الحماط هذا يودع. أنا حوريكم بعد ما يخلص الشباب من ترتيب الكراتين هذه. دايبنا يشوفوا ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شفتوا كيف جهزنا هذا كذا كرتون، متأكدين منه بالحبة، الله يبارك لنا ويبارك لكم. زي هذا ما حطينا من هنا، ما حطينا، شوفوا هذه الحبات الصغيرة الخضرة اللي فيها خضار ما حطينا، شوفوا كيف هذه لينة كمان، شوفوا ما حطينا فيها، شايفينها. بس شوفوا لما نفتحها ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لنا ويبارك لأصحاب هذه الطلبية. حبايبنا البرشومي التوتي يا إخوان الأحمر كثير، هيشوفوا نبي نقطع لكم حبة، قولوا ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سلام يا إخوان، إيش الطعم وإيش الحلا وإيش الشكل، يا حلاوة. اللي ما ذاق من البرشومي هذا، طبعا اللون يشهي يا اخوان، شوفوا الحبه كيف طالعه حمره، وهذا شكله. الله يوفقنا وياكم ويبارك لنا ويبارك لكم ويرزقنا ويرزقكم من اوسع ابواب فضله. حلو يا اخوان، حلو 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 حلو. لكن في ناس يسال ايش افضل، هو ولا الاصفر؟ انا والله احب الاصفر وافضل الاصفر، لكن في ناس يحب هذا الشكل وهذا اللون. والله يوفقنا وياكم. نشوفوا ما شاء الله هذا البخارة خمسة حامض، حلوة حلوة حلوة، بدت تحلو يا إخوان. اللي يحب هذا النوع من البخارة الحامضة حلوة،
لا يفوتها لا يفوتها يا اخوان، نهاية موسمها وتجي حلوة ما شاء الله تبارك الله.